بطاقة مراجعة، تاريخ، الصف التاسع، الاختبار التالي. سؤال رقم 1، نظام الحكم في دولة لبنان الكبير بين عام 1920 1926. ألف، أوضح كيف تطورت المجالس التمثيلية خلال فترة حكم المفوضين. 2، حدد 4 تنظيمات مالية طبقتها فرنسا في دولة لبنان الكبير. المجالس التمثيلية، حنجاوب على سؤال رقم 1 فرع ألف. في عام 1920 حل الجنرال غورو مجلس الإدارة وأنشأ لجنة إدارية مؤلفة من 17 عضواً يمثلون الطوائف الدينية فيها. عام 1920 أنشأ لجنة إدارية، وفي عام 1922 حل غورو اللجنة الإدارية وأنشأ مجلس تمثيلي من 30 عضواً يمثلون مختلف الطوائف، انتخبوا بالاقتراع العام. وفي عام 1925 حل الجنرال ساراي المجلس التمثيلي الأول ودعا لانتخاب مجلس جديد، فانتخب اللبنانيون المجلس التمثيلي الثاني من 30 عضواً، والذي أصبح فيما بعد يدعى مجلس النواب. ملاحظة، إلا أن هذه المجالس لم يكن لها حق التشريع أو الرقابة، بل كان دورها استشارياً فقط. سؤال رقم 1 فرع ب، حدد 4 تنظيمات مالية طبقتها فرنسا في دولة لبنان الكبير. بعد دخول الحلفاء إلى بلادنا، تداول اللبنانيون والسوريون بالعملة المصرية والإنجليزية في بادئ الأمر، ولكن بعد فرض الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان، 1، وضع الفرنسيون عام 1920 نقداً جديداً لهذه البلاد مرتبطاً بالفرنك الفرنسي قوامه أو أساسه الليرة مقسمة إلى 100 قرش وتساوي 20 فرنك. 2، منحوا حق إصدار العملة إلى شركة فرنسية دعيت ببنك سوريا ولبنان، أنشأوا المصالح الاقتصادية الخاصة والمشتركة، نظموا قوانين الضرائب والجمارك، جعلوا للبنان ميزانية خاصة به. سؤال رقم 2، فرض الحلفاء نظام الانتداب على المناطق التي كانت خاضعة للدولة العثمانية المهزومة في الحرب العالمية الأولى. ألف، عرف سق الانتداب. ب، أذكر 4 مواد من سق الانتداب التي فرضتها على لبنان. جيم، ما هي المتغيرات أي المكاسب التي كسبها لبنان بعد إعلان دولة لبنان الكبير؟ حنبلش بسؤال رقم 2. ألف، سك الانتداب هو وثيقة قانونية دولية صدرت عن عصبة الأمم لتحديد دور الدولة المنتدبة، تم وضعها في لندن عام 1922، وهي تتألف من مقدمة و20 مادة. تنص المقدمة على أن الدول المتحالفة الكبرى قد اتفقت على انتداب فرنسا لإرشاد شعبي سوريا ولبنان، أي لمساعدة شعبي سوريا ولبنان، وقد قبلت الحكومة الفرنسية بهذه المهمة. 2 ب، أذكر 4 مواد من سق الانتداب التي فرضتها على لبنان. من فرضها؟ عصبة الأم. وضع أهم مواد سق الانتداب، وضع دستور لسوريا ولبنان خلال 3 سنوات من تاريخ تطبيق الانتداب، يحق للدولة المنتدبة أن تبقى جنودها في لبنان وسوريا للدفاع عنهما، تمثل الدولة المنتدبة لبنان وسوريا في العلاقات الخارجية، على الدولة المنتدبة حماية الأراضي اللبنانية والسورية والدفاع عنها، على الدولة المنتدبة إعداد تقرير سنوي لعصبة الأمم عن وضع تلك البلاد.
اعتماد اللغة العربية والفرنسية لغتين رسميتين في لبنان وسوريا، اهتمام الدولة المنتدبة بالآثار من حيث التنقيب عنها والمحافظة عليها. ما هي المتغيرات أو المكاسب التي كسبها لبنان بعد إعلان دولة الكبير؟ عندنا مكاسب جغرافية، مكاسب بشرية، مكاسب سياسية، ومكاسب اقتصادية. الجغرافية، المكاسب الجغرافية أو المتغيرات الجغرافية: اتسعت مساحة لبنان من 3500 كيلو متر مربع إلى 10452 كيلو متر مربع. زادت المساحة بعد ضم الأقضية التي سلخت عن لبنان أيام المتصرفية. المتغيرات البشرية: ازداد عدد سكان لبنان من 414 ألف نسمة إلى 628 ألف نسمة. أصبح لبنان قائماً على توازن سكاني بين جناحيه المسلم والمسيحي. المتغيرات السياسية: أصبحت بيروت عاصمة لبنان بعد أن كانت بعبدة عاصمة المتصرفية. أما المتغيرات الاقتصادية: اكتسب لبنان سهولاً خصبة وأراضي زراعية واسعة في عكار والبقاع والجنوب، ومرافق تجارية هامة في بيروت وطرابلس وصيدا، فضلاً عن مراكز أثرية وسياحية هامة في البقاع مثل آثار بعلبك وعنجر، وفي الساحل مثل آثار طرابلس وصيدا. سؤال رقم 3: بعد انسحاب العثمانيين من لبنان والمنطقة العربية سنة عام 1918، تشكلت ثلاث حكومات محلية. ألف: تحدث عن حكومتي بيروت وجبل لبنان. ب: اذكر أسباب سفر الوفد اللبناني الثاني إلى مؤتمر الصلح، وحدد أربعة مطالب حملها هذا الوفد إلى المؤتمر في باريس. 3 ألف: حكومة عربية في بيروت. منذ أواخر أيلول سنة 1918 بدأ العثمانيون يغادرون بلادنا، فرحل الوالي العثماني إسماعيل حقي عن بيروت وسلم مقاليد الحكم إلى رئيس البلدية فيها عمر الدعوق، الذي أعلن عن قيام حكومة عربية مؤقتة بعد تلقيه برقية من الحكومة العربية المؤقتة التي تأسست في دمشق برئاسة سعيد الجزائري. حكومة محلية مؤقتة في جبل لبنان قبيل انسحاب ممتاز بيك آخر المتصرفين الأتراك، سلم الحكم في جبل لبنان إلى حبيب فياض رئيس بلدية بعبدة، وبعد يومين اجتمع موظفو الحكومة في بعبدة وانتخبوا الأميرين مالك شهاب وعادل إرسلان لإدارة الحكومة المحلية المؤقتة في الجبل. 3 ب: اذكر أسباب سفر الوفد اللبناني الثاني إلى مؤتمر الصلح، وحدد أربعة مطالب حملها هذا الوفد إلى المؤتمر في باريس. أولاً: أسباب سفر الوفد اللبناني الثاني، أي ظروف أدت إلى سفر الوفد اللبناني الثاني. عنا تخوف اللبنانيين من نتائج لجنة كينج كراين بالنسبة للمنطقة، غموض السياسة الفرنسية اتجاه، وبخاصة بعدما رأى اللبنانيون أن الوفد الأول لم يصل إلى نتيجة، إقرار مبدأ الانتداب، قرار مجلس إدارة الجبل بتكليف البطريرك الياس لحويك لترأس الوفد اللبناني الثاني إلى مؤتمر الصلح. أما المطالب فهي: سافر البطريرك إلى باريس في تموز عام 1919 على رأس وفد من رجال الدين المسيحيين، وهناك اجتمع مع كبار رجال السياسة الفرنسية وطالبه.
استقلال لبنان وتوسيع حدوده، أي حدود المتصرفية. 2، القبول بأن تكون فرنسا هي الدولة المنتدبة لمساعدة لبنان دون المس باستقلاله. إنشاء مجلس نيابي على قاعدة التمثيل النسبي. معاقبة مرتكبي الجرائم بحق اللبنانيين خلال الحرب مع دفع التعويضات لهم. أما النتيجة فقد تلقى البطريرك بن كليمونسو رسالة خطية تتضمن وعودا بتحقيق المطالب اللبنانية. سؤال رقم 3، الاتفاقات السرية التي شارك فيها الإنجليز خلال الحرب العالمية الأولى كان لها التأثير الكبير على العالم ما بعد الحرب، ومنها اتفاقية سايكس بيكو. عرف هذه الاتفاقية ومضمونها، وبين كيف قسم الحلفاء الفرنسيون والإنجليز المناطق العربية داخل السلطنة العثمانية. اتفاقية سايكس بيكو هي اتفاقية سرية بين بريطانيا وفرنسا، تم الاتفاق عليها في 16 أيار عام 1916 بين المندوبين الإنجليزي مارك سايكس والفرنسي فرانسوا بيكو. مضمونها يقضي باقتسام المناطق العربية شرق المتوسط على الشكل التالي: منطقة تحكمها فرنسا حكما مباشرا وتشمل لبنان والساحل السوري وكيليكيا وجزءا من جنوب الأناضول في تركيا. منطقة تحكمها بريطانيا حكما مباشرا وتشمل العراق من شمال بغداد إلى البصرة. منطقة تخضع لحكم دولي خاص وتشمل فلسطين. أما في الداخل فتنشأ دولة عربية ألف تخضع للنفوذ الفرنسيين وتتكون من ولايات حلب ودمشق والموصل، ودولة عربية ثانية باء تخضع للنفوذ البريطاني وتمتد من جنوب المنطقة ألف التي تخضع إلى النفوذ الفرنسي حتى حدود نجد والحجاز.